اللاعب خميس اسماعيل لاعب منتخبنا الوطني ونادي الجزيرة الآن معنا عبر الهاتف. كابتن خميس السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا اخوي احمد. مرحبا استاذ، كيف حالك؟ طيب عليكم الاخوان. الله الحمد لله رب يسلمك. ان شاء الله يعافيك. شو اخبارك؟ طيب بخير الحمد لله رب يعافيك والله الله بخير. يسلمك. طبعا خبر بالنسبة لنا نحن مفاجئ، وللشارع الرياضي ممكن يكون أكثر كجماهير ومحبين لمنتخبنا الوطني، وفي نفس الوقت لنادي الجزيرة بما أنك أنت لاعب وعنصر مهم في المنتخب والنادي بسبب إيقافك، حتى إشعار آخر بسبب عدم طبعا دفع مستحقات وكيل أعمالك فيصل الكمالي. شو الموضوع بالضبط؟ نوضح للجمهور الكريم. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، أشكركم على هذا الاهتمام. طبعا عندي أنا كان وكيل أعمال أول ما انتقلت نادي الجزيرة. أول شيء هو كان يطالب بمستحقاته، طبعا أنا تأخرت عليه، وهذا الشيء يحق له أنه يرفع عليه قضية، أو أنه يحق له أنه يروح يشتكي في لجنة الانضباط، كون أنه لازم أدفع له المبلغ المستحق. في تاخير يعني عليه، اكيد راح يشتكي، وهذا الشيء يعني شيء هو له الحق عليه، له الحق انه يشتكي عليه. زين كابتن خميس، ليش يعني اليوم انت ما شاء الله عليك يعني، وما نحسدك، انت اليوم ما شاء الله تتقاضى راتب كبير في من النادي، وعندك راتبك وعندك عقد في هذا النادي، فليش انت ما تلتزم انك اليوم تدفع مستحقات هذا الوكيل؟ يعني هذا اليوم انت ملزم انك تعطيه مبلغ، ملزم انك تعطيه حقه، وهذا حق من حقوقه، فليش انت ما اعطيته من الاساس؟ اكيد اكيد، انا بدايه كلامي قلت لك ان هو له الحق انه يسوي هذا الشيء، وانا طبعا انت تعرف كل انسان له ظروفه، وكل انسان، انا كون اني موظف اكيد في عندي ظروف، وكل حد له ظروفه في هذه الدنيا. طبعا الوكيل اللي عنده ظروف وانا عندي ظروفي، صحيح اني تاخرت عليه، بس في اسباب اني انا تاخرت عليه، في اسباب كون اني انا يمكن اقول لك، يمكن النادي يعني كنت اتريا من النادي يعطيني بعض المتاخرات عشان اني اقدر اني ادفع له، اقدر اني ادفع له مستحقاته. طبعا في حال التاخير هذا اكيد راح ينطبق علي انا بعد، جميل. انا ما اقدر ادفع له. جميل، يعني خميس انت كنت تنتظر كذلك ان في بعض المستحقات او المتاخرات طالبها في نادي الجزيره، انك انت تقدر من خلال المبالغ هذه تدفع لوكيل اعمالك. اكيد اكيد اكيد. لكن صار تاخير من النادي، فطبعا اضطر ان كذلك وكيل اعمالك انه ما ينتظر، وصار كذلك قدم شكوى عليك في أكيد. اتحاد الامارات لكره القدم. اكيد هذه بسهولة الحاجة انه يسوي هذا. جميل، زين، بس اعذرني يعني، اليوم نادي الجزيرة باسمه، ونادي الجزيرة بامكانياته، ونادي الجزيرة هذا اللي يحظى بهذا الدعم الكبير، يعني انت كلاعب يعني اقل حاجة المفروض يعني تكون انت خلاص، يعني ما شاء الله عليك انت لاعب منتخب خميس، تكون واعي وتبلغ ناديك ان ترى انا عندي التزامات لوكيل اعمالي مثلا، لابد انكم انتم مثلا تدفعون له، او انتم تعطوني انا اعطيه مثلا كذلك هذا الشخص. ليش ما قمت انت بهذا الدور وانت اللي بلغت النادي، بما ان النادي ممكن ما عنده علم؟ سوري اسمح لي يا اخ احمد، انا طبعا في حال ان وكيل اعمال اشتكى، طبعا ما راح تكون الرساله ما تكون موجهه لي دايركت، اول شيء يوجهون للاتحاد ولجنه الانضباط، توجه رساله للنادي، والنادي هو اللي يخاطرني فيها، فالنادي الجزيره اكيد عنده علم في هذا الشيء. بس عفوا، انت كيف عرفت ان نادي الجزيره عنده علم بهذا الموضوع؟ لان انا اخذت الرساله من النادي، النادي هو اللي بلغني بهذه الرساله، انه في حال انت ما دفعت للوكيل راح توقف. النادي عنده علم اني انا راح اتوقف في حال ما دفعت للوكيل. يعني انت النادي هو اللي بلغك ان بالرساله انك انت اليوم ممكن تتوقف في حال ما دفعت مستحقات وكيل اعمالك؟ اكيد النادي هو اللي بلغني بهذه الرساله. يعني النادي عنده علم في هذا الوقت يعني؟ ايه النادي عنده علم ان انا في حال ما دفعت راح اتوقف. زين، ما كلموك ان نحن ان شاء الله بنقوم بهذا الدور عشان انت ما تتوقف مثلا، ونحن بنكلم مثلا وكيل اعمالك، او نحن بندفع مستحقاتك، او عفوا مستحقات الوكيل؟ انا بقول لك، انا في نادي الجزيره يمكن الحين كملت 5 سنوات. نعم. نادي الجزيره من بعد الله طبعا له فضل كثير انه يطلع خميس مايل بهذه الصوره، ان انا لاعب منتخب حاليا ولاعب نادي الجزيره. نعم. بس انه يمكن ما تعرف، يمكن في ظروف يمر فيها النادي انه ما قدر يساعدني في هذه الفتره، بس انا كنت يعني انا اقول لك النادي كان عنده علم، هو اللي بلغني بهذا الشيء، فاكيد يعني كل حد له ظروفه يعني.
انا ما اقدر احط اللوم على النادي ولا احط اللوم علي ولا احط اللوم على وكيل الاعمال. ايه بس كل هذول الظروف. انا 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 يعني حتى استغرب من الدبلوماسيه اللي ما شاء الله تتكلم عليها، ان نادي الجزيره ممكن يكون له ظروفه. ما اعرف، ما علي، ان انا ما ابغى اكون بعد كذلك حاد معاك، بما انك انت تقول ممكن نادي الجزيره يكون له ظروف انه ممكن يعطيك مستحقاتك او ممكن يدفع لي وكيل اعمالك وعقب يكون في خصم او امور اخرى، انك انت اهم شيء ما تتوقف وتكون مستمر كذلك. اتكلم في أنا قلت لك يعني نعم أنا قلت لك أنا يمكن كملت 5 سنوات من الجزيرة ما قصر وياي في أي شيء. نعم. استثناء هذا الموضوع، يمكن أقول لك استثناء هذا الموضوع اللي أن النادي هو اللي بلغني بهذا الشيء أنه راح تتوقف، وأنا كنت أنتظر منهم يعني أنه ما أقدر أقول أنه مساعدة، لا بالعكس كنت أنتظر بعض المتأخرات عشان أني أقدر أني أدفع حق وكيل الأعمال. طبعا بدون هذه المتأخرات ما أقدر أدفع له. كيف أنا راح، بما أني أنا موظف وانت موظف وكل عارف يعني ظروف الموظفين، نعم انت طبعا انت حاطط يعني راس بالك خطه معينه، يمكن ما تفشل هذه الخطه. جميل. انت تقصد، عفوا بس خميس، انت تقصد بما انك يعني انت موظف تعتبر في نادي الجزيره، كان لاعب في بينك وبينهم عقد، يعني تعتبر موظف صحيح؟ اكيد اكيد. زين، انا ابغى اتكلم عن التاثير. اليوم انت لاعب ما شاء الله عليك، لاعب مميز مميز على فكرة، مو بس في الملعب حتى بأخلاقك، يعني الكل يشيد في هذا الشيء. التأثير، هذا الموضوع أثر عليك أنت بعد إيقافك كابتن خميس؟ شوف أنا ما بتكلم عن خميس معي، بالعكس أنا بتكلم عن أي لاعب في الدولة في أي نادي أو أي موظف في الدولة يكون منتمي لشركة معينة أو لدائرة معينة. طبعا انت اكيد انت الحين مثلا في اذاعه في الشارجه، اتمنى ان في يوم يصير لك مواقف، اتمنى ان تشوف في ناس يعني شوي يوقفون معك. اكيد هذا الشيء اقول لك، انا قلت لك انا هذا الجيره ما قصر معي في اي شيء مده 5 سنوات، كنت اتمنى هذا الشيء انه ما توصل لهذه المرحله يعني ما كنت اي لاعب ما يتمنى ينحط في هذا الموقف. بس في النهايه يعني انا اقول لك ان هذا النادي له فضل علي، وانا احترم اي شيء واحترم الغلط في النهايه مني انا. ليش الغلط منك خميس؟ لان انا ما دفعت حقه، تاخرت على وكيل الاعمال. اي وانت ما دفعت لان عندك اسباب بعد في نفس الوقت، انه يعني انا اطالب كذلك النادي بمستحقات او متاخرات معينه، انتظر نادي الجزيره يعطيني اني انا اعطي كذلك وكيل اعمالي. زين يعني خميس، خلني كذلك يمكن اتكلم في جانب اخر. خميس اسماعيل، هذه طبعا يمكن رسائل الجمهور، حديث الرياضيين دائما، خميس اسماعيل في الفتره الاخيره مو هو خميس اسماعيل اللي احنا شفناه قبل سنه وقبل سنتين، خميس اسماعيل اللي ما بنقول على مستوى دوله الامارات، حتى على مستوى دول الخليج، مستوى الوطن العربي يتحدثون عن هذا اللاعب الفذ، لكن شفنا المستوى انخفض، شفنا اليوم خميس اسماعيل مو هو اللاعب اللي نحن كنا نعرفه قبل، نشوف مستواك، عفوا على هذا الكلام، نشوف مستواك انت في المنتخب مختلف وفي النادي مختلف، في المنتخب انت تقدم اداء ما في اثنين يختلفون على ادائك، لكن يوم تجي النادي تلعب مع الفريق الوضع يختلف تماما. طبعا انت يوم تلعب في، انا هذه الرساله وصلتني انا بعد. نعم. ما بقول لك انا اول مره اسمع هذا الكلام، انا الكلام هذا وصلني ان خميس مايز المنتخب دائما مختلف عن خميس مايز نادي الجزيره. بس في عوامل، يمكن في عوامل في المنتخب تساعد ان خميس اسماعيل يطلع بصوره افضل. في عوامل في المنتخب، يمكن مركز خميس اسماعيل، يمكن الاجواء، يمكن الراحه مثل ما تقول. يعني طبعا انت يا استاذ مبارك اكيد الراحه بتكون وكل شيء بيكون متوفر عندك مع قياده الكابتن مهدي، فاكيد هو يمكن يعرف كيف يوظف خميس اسماعيل اكثر. فيمكن انا اقول لك يمكن هذه الاسباب، بس ما في اسباب يعني ان اللاعب نفسه انخفض، لا لا، مثل ما الناس يقولون المنتخب غير، النادي غير، بس في هناك اسباب يعني. جميل. يعني انا افهم من كلامك خميس ان راحتك النفسيه، وضعك يوم تكون في صفوف المنتخب مختلف تماما عن الراحه النفسيه ووضعك مع فريق الجزيره؟ طبعا انت يوم تروح تلعب وتخدم دولة الامارات، نعم، اكيد راح تروح براحة نفسية بغض النظر عن اي مكان انت تخدم دولتك، فاكيد انت راح تكون براحة نفسية اكثر.
ايه بس هذا بعد نادي في النهايه، وانت موظف في هذا النادي. انا ما اعرف ليش، يعني افهم من كلامك خميس انك انت مش مرتاح في فريق الجزيره، او مش مرتاح في النادي، وهذا الشيء ممكن مؤثر عليك نفسيا ومؤثر عليك كذلك في الملعب. بالعكس، انا قلت لك نادي الجزيره له فضل كبير على خميس ماي. نادي الجزيره هو اللي طلع خميس ماي بهذه الصوره، هو اللي وصل المنتخب. بالعكس، انا اعتقد اني ابدا ما قصرت في نادي الجزيره، ولا نادي الجزيره قصر في حق خميس ماي. انا دائما اكون اجتهد واحاول اعطي كل ما عندي للنادي، بس طبعا انت يوم تمثل المنتخب وتمثل دولتك راح تكون، راح يعني اكيد انت تمثل دوله الامارات، اكيد ان شاء الله راح تطلع بصوره افضل. جميل. هذا الشيء اللي اقدر اقول لك عليه. نعم خميس، بتكلم بعد هذا الموضوع، شو اللي ممكن يصير عقب الإيقاف؟ شو اللي ممكن أنت تسويه؟ والله انا حاليا يعني ما في اي شيء، انا حاليا اتمرن مع الناس يوم الصباح، وبنشوف شو راح يصير. ما في اي شيء يعني الحين اقدر اقول لك عليه، لانه ما في حد كلمني ولا في يعني اي شيء. ما في حد كلمك من النادي؟ لا انا اليوم اتمرنت الصبح، ما في اي شيء يعني. هذه سالفة غريبة، ان لاعب يوقفونه والنادي لين الحين ما كلموه. بعد هذا موضوع ثاني. خميس اسماعيل، انا اشكرك جزيل الشكر على هذا التواصل، واشكرك كذلك جزيل الشكر على تعاونك مع البرنامج والرد بشكل واضح، والله يوفقك. ونقول لك نحن في دورينا، انا بتكلم عني كاعلامي، بتكلم كواحد من الجمهور، عدم وجودك في الدوري او كذلك مع المنتخب خسارة لنا كدوري، وخسارة لنا كجمهور كذلك في نفس الوقت. مشكور مشكور اخ احمد، وان شاء الله راح تشوفون ان شاء الله اللي يرضيكم. ان شاء الله ما كنت مايد، وراح اجتهد دائما. مشكورين على اهتمامكم باللاعب خليل اسماعيل، ومشكورين على اهتمامكم كل الرياضيين في دوله الامارات. الله يسلمك، مشكور مشكور كابتن، الله يحفظك، شكرا جزيلا. شكرا للكابتن خميس اسماعيل، لاعب منتخبنا الوطني ونادي الجزيره. يعني موضوع غريب.